السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحد من الشباب الله يذكره بخير قال انه ذاق حلا هنغاري بربا، بس عاد ما ادري، بيقول اني دورته بكل محل هنا بالسعودية ما حصلته. فقال لي غدك تسوي؟ قلت ابشر بحاول، عاد ان ضبط زين، ما ضبط عاد بعد من الله ثم منكم. طبعا مقاديره طحين 500 جرام وثلاث ملاعق سكر، ملعقتين خميرة، بيضتين، قرفة مطحونة هذه للتزيين بعدين مع السكر المطحون، ورشة ملح، 200 ملي حليب، وأربع أو خمس ملاعق زيت زيتون، أو هم طبعا حاطين زيت نباتي اللي هو زيت دور الشمس، أنا بحط زيت زيتون. أول شيء نسخن 200 ملي من الحليب، وبعدين بنحط عليها السكر والخميرة، ملعقتين كبار خميرة، ملعقة وثلاث ملاعق سكر، وبعدين نبي نخفقه ونخليه لين يطلع رغوة. إذا طلع رغوة خلاص معناته إنه بقدر ثاني. حطيت الطحين اللي هو 500 جرام طحين مع الزيت خمس ملاعق وبيضتين والملح، وصب عليهم الحليب والخميرة وبعدها. هاي قوامة عجينتي، تصير قوية شوي، بخليه هم بيقولون ساعة لكن أنا ما عندي صبر، بخليه نص ساعة لأني أرى أنه نص ساعة كافي مدام بخميرة. استدهنت الطاولة شوي زيت عشان الفرد. بسم الله. فردته بحيث انها تكون نحيفة بالمرة، بعدين بقصصه ولففه على الستيل. طبعا ابطيع كذا، هذه من راسي بس انا عشان شفت صورة الحلاق وتوقعت انهم مسوين بوكيلا، ولا اللي اعطانا الطبخة الحقيقة ما اعطانا تفاصيل كاملة، لكن الواضح من الصورة انه ملفوف كذا. بعدين بلفه على اللي هي قوالب ستيل دولي او اخماع ستيل. طبعا مو ضروري انه يكون عندك ستيل، لو تجيب عصا خشب وتلف عليه قصدير، ولا اي ماسوره عندك تلف عليها قصدير وتلف عليها، بس هذا مجرد قالب يعني، مو بلازم الدهن ضروري. خلاص الان جهزتها، بدخلهن الفرن بس بخليهن 10 دقائق ربع ساعه كذا يخمرن علشان ينتفشن اكثر، وبعدين الفرن بشغله على 180 او 200 درجه، واخليه بس 5 دقائق يحتمي من تحت طبعا، وادخلهن يتشقرن من تحت، وبعدين اشغل عليهم من فوق يتشقرن، وارشهن بسكر مطحون، قرفة، ممكن نوتيلا، ممكن اي شيء عاد ترشه عليهم على حسب رغبك. هذا هو بدأ شوي يستوي، طبعا ما اقدر احدد كم الوقت بالضبط، لكن تقريبا 15 دقيقة بحسب ان شاء الله اعلمكم. خلاص بدأ يستوي او استوى بمعنى اصح من تحت، بشغل عليه من فوق. وهذا حلا الكورتوس الهنغاري، رشيت عليه رشة سكر وقرفة، طبعا هذا نوعية. نوعية ثانية هرشي أو كاكاو، ممكن ترش عليه نستلة، ممكن تاكله كذا، صراحة لذيذ لا يفوتكم. ومقاديره سهلة جدا، كلها موجودة بالبيت. هذولي مخصوص لك يا أبو سليمان، إن شاء الله بإذن الله الصبح أجيبهن للدوام. روح نمها الحين عشان يجي الصبح بسرعة.